السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن عادت لمهاجمة المدمرات الأمريكية مرة أخرى، والهجوم الذي قامت به جماعة الحوثي وتفاصيل هذا الهجوم نشرته القيادة المركزية الأمريكية بهذا الشكل، بالإضافة إلى The War Zone، والمدمرة التي قاموا بمهاجمتها هي USS لبون المنتشرة بحسب شيزو انتل في جنوب البحر الأحمر. هنا كما تلاحظون هذا هو التسجيل الخاص بUSS لبون، وهي متواجدة هنا قبالة السواحل اليمنية مع مدمرة أخرى، وإذا ما اقتربنا أكثر سنلاحظ بأنها متوقفة بالضبط أمام سواحل محافظة الحديدة. هذا الهجوم تم مساء يوم أمس بالساعة 4:45 بتوقيت صنعاء، والهجوم طبعا جاء من منطقة تواجد جماعة الحوثي، وهذه المدمرة الأمريكية كما تحدثنا هي متواجدة هنا في هذه المنطقة قبالة الحديدة وقبالة ميناء الحديدة. صاروخ انطلق مباشرة من مناطق تواجد جماعة الحوثي وسيطرتها، صاروخ كروز مضاد للسفن مستهدفا بشكل مباشر المدمرة الأمريكية USS لبون، وكانت هنالك طائرات تقوم بدورية في هذه المنطقة يعتقد بأنها من الطائرات الأمريكية، ورصدت هذا الصاروخ وهو متجها إلى هذه المدمرة الأمريكية، وتمكنوا من اصطياد هذا الصاروخ وتدميره، وسقط بالقرب من السواحل في الحديدة. وهذا الهجوم بالنسبة لجماعة الحوثي هو يعتبر ردة الفعل الثانية من جماعة الحوثي بعد الهجوم الكبير الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم 4 دول. ردة الفعل الأولى كانت باتجاه سفينة أو ناقلة نفط روسية تحمل النفط الروسي في خليج عدن، هاجموها بصاروخ باليستي مضاد للسفن سقط على مسافة 400 أو 500 متر، وكانت هنالك أيضا مطاردة بالزوارق، 3 زوارق بحسب هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية، ولكنهم لم يتمكنوا من هذه الناقلة. الهجوم الذي جاء باتجاه المدمرة الأمريكية واضح تماما أن جماعة الحوثي كانت تريد ضرب هذه المدمرة، تعطيلها وإلحاق الضرر بها، مما يجبر هذه المدمرة من مغادرة هذه المنطقة للصيانة بطبيعة الحال، وكذلك إلحاق خسائر والمزيد من الخسائر المادية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك رفع المعنويات لدى جماعة الحوثي بعد كل الضربات التي تعرضوا لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحلفائهم، لأنهم ضربوا العديد من المناطق وكانت ضربات قوية للغاية. وبالتالي مثل هذا السيناريو مهم جدا بالنسبة لجماعة الحوثي، وأيضا واضح أن جماعة الحوثي هنا تقول بأن الضربات لم تؤثر علينا كثيرا، لازلنا نستهدف السفن وسفن الشحن كما استهدفوا الناقلة خاليسة الروسية التي نتحدث عنها. وبالتالي هذه رسالة لسفن الشحن بأن الطرق في خليج عدن، مضيق باب المندب والبحر الأحمر لا زالت تحت سيطرة جماعة الحوثي، لا بل إنهم يتحدوا حلف حارس الازدهار بهذا الهجوم المباشر على هذه المدمرة، وهذا قد يفسر الكثير من الهجمات المستقبلية التي سنراها من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على جماعة الحوثي، وذلك لإضعاف قدراتهم الهجومية، لأن جماعة الحوثي حتى هذه اللحظة بحسب آخر تقييم للنيويورك تايمز عن قدراتهم الهجومية بعد الضربات الأمريكية والبريطانية لا زالوا يحتفظون تقريبا ب70% من قدراتهم الهجومية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية واضح جدا بأن عليها خوض جولات صعبة ضد جماعة الحوثي للتخفيض من هذه النسبة وأضعاف القدرات الخاصة بهذه الجماعة. المثير أن بعد ساعات من هذا الهجوم على هذه المدمرة الأمريكية كان هنالك هجوما وضربة أخرى جاءت على الحديدة، ولكن شمال الحديدة تحديدا، تحدثت عنها جماعة الحوثي ووسائل الإعلام الخاصة بها، وقالوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هي التي قادتا هذا الهجوم الذي جاء على مديرية اللحية وتحديدا على جبل جدع. هذه هي المديرية وهذا هو جبل جدع الذي ترونه، وجبل واضح جدا أنه في موقع استراتيجي مهم من البحر الأحمر، وممكن أن يكون نقطة انطلاقا للطائرات المسيرة أو حتى للصواريخ على البحر الأحمر بشكل عام. المواقع طبعا التي تحدثت عن هذا النبأ هي العديد من المواقع، مثل الموقع
بوست الذي ترونه هنا أو حتى الآرتي أو غيرها من المواقع الغربية التي أكدت فعلا أن كانت هنالك ضربة. جماعة الحوثي اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كما تحدثنا، ولكن المراسل وهو جوزيف حبوش مراسل العربية إنجليش في واشنطن تحصل على تفاصيل حصرية وتصريح حصري من أحد المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية الذي أبلغه ببساطة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بأي ضربة. مع الأنباء من هذه الضربة التي نتحدث عنها يوضح لك بأن هنالك طرف إقليمي آخر يقوم بهذه الضربات. لا بل إن بشكل مثير الأوساط الإسرائيلية والصحافة الإسرائيلية مثل الجيروزلم بوست اهتمت بهذه الضربة ونقلت نوعا ما بشكل غير مباشر تقاريرا تتحدث عن أن إسرائيل هي التي ممكن أن تكون التي نفذت هذه الضربة على مديرية اللحية، وهذه تأتي بعد انفجار وضربة غامضة أخرى شهدناها على ميناء الحديدة، وها نحن أمام ضربة في شمال الحديدة. وهذه المسألة قد تكون مقنعة أن تكون إسرائيل هي المسؤولة عن هذه الضربات وعن هذه الهجمات، لأن حلف حارس الازدهار بشكل عام هو حلف دفاعي، هو حلف لا يريد المشاركة بعمليات هجومية على جماعة الحوثي. الهجوم أو الهجمات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مدعومة من 4 دول من ضمنها مملكة البحرين هي كانت خارج حلف حارس الازدهار، وبالتالي حلف حارس الازدهار دفاعي. الولايات المتحدة الآن تقول بأنني لست مسؤولة لا عن ضربة ميناء الحديدة، وحتى أننا لم ننفذ أي ضربات في ظل أن هنالك ضربة في مديرية اللحية، وهذا كله يشير إلى أن إسرائيل ممكن أن تكون فعلا هي خلف كل هذه الضربات. ولماذا هذه المسألة مقنعة بالنسبة لإسرائيل؟ لأنها هي الهدف الأول من كل هذا التصعيد. سفن الشحن الخاصة بها استهدفت بشكل مستمر في هذه المنطقة هي وسفن أخرى ليست إسرائيلية. الهجمات بشكل عام من جماعة الحوثي هي تأتي من الحديدة وتأتي كذلك من حجة على البحر الأحمر وعلى هذه السفن، وبالتالي إسرائيل متأثرة بشكل كبير. ميناء إيلات لا تصل إليه أي سفينة نهائيا وأصبح فارغا، وبالتالي الحركة في البحر الأحمر أصبحت تقريبا منعدمة تجاه إسرائيل، وهذه تكلفة كبيرة على إسرائيل. ومن مصلحة إسرائيل أن تضرب كل النقاط الخاصة بجماعة الحوثي وأضعاف قدرات الحوثي الهجومية لتعود الأمور طبيعية هنا. كذلك يجب أن ننتبه بأن الحديدة ومحافظة حجة لا بل إن حتى صعدة هي من المناطق التي تستخدم في مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر. صعدة انطلقت منها الكثير من الطائرات المسيرة والصواريخ، وحتى حجة أيضا باتجاه إسرائيل بشكل مباشر وباتجاه ميناء إيلات، وبالتالي ميناء إيلات هو أساسا مهدد بشكل مباشر من جماعة الحوثي، وهذا قد يفسر الكثير من الضربات القادمة أيضا من إسرائيل على حجة على نقاط خاصة بجماعة الحوثي لإنهاء هذه المسألة أيضا. وبشكل مثير جماعة الحوثي سبق وأن استعرضت في 11 يناير أي قبل الهجمات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الموسعة على جماعة الحوثي، استعرضوا عددا من الطائرات المسيرة في محافظة صعدة كما تلاحظون، وظهرت العديد من القدرات من المدفعية والقذائف الخاصة بهم، وهم يقومون باستهداف عدد من النقاط كان تدريبا بشكل واضح واستعراض واضح ضد إسرائيل، وقالوا بأنها موجودة في مديرية كتاف والبقع في صعدة. وبالتالي إذا ما أخذنا على سبيل المثال هذه الصورة نوعا ما من الممكن أن نصل إلى موقع هذه المنطقة التي تتواجد فيها الطائرات المسيرة والقدرات الخاصة بجماعة الحوثي. شكل مميز لهذا الجبل كما نلاحظ، وهنا مساحة مفتوحة نوعا ما مميزة، المنطقة واضحة ترابية بكل هذه الأشجار المتفرقة، هنالك مسافة وندخل بسلسلة جبلية أخرى يأتي أيضا شكلها مميز بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. ومن صورة أخرى كشفت أيضا الموقع الافتراضي الإسرائيلي الذين قاموا بالاستعراض عليه جماعة الحوثي في مهاجمتهم، توضح أيضا شكلا مميزا لهذه الجبال كما نلاحظ هنا بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. وإذا ما اعتمدنا على حقيقة بأنها في مديرية كتاف والبقع بالإضافة إلى أنها طبعا في صعدة بكل تأكيد، وحاولنا أن نجد هذه المنطقة لنتجه الآن إلى محافظة صعدة لكي نفهم ما هي طبيعة هذه المنطقة. المنطقة طبعا عن جبلية مسيطر عليها هنا، هذه المنطقة بالذات مسيطر عليها من جماعة الحوثي بشكل مكثف، ولكننا كما نتحدث نحن أمام أرض ترابية وجبال حولها، بالتالي هذه المنطقة مرشح
أن تكون هي المنطقة المطلوبة أو هذه المنطقة على سبيل المثال أو المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية، لكن مثل هذا التدريب والمناورة العسكرية صعب جدا أن تكون باتجاه الحدود السعودية، لأن هنالك قد تكون توترات كبيرة للغاية في هذه المنطقة، وبالتالي هذا يجعل هذه المنطقة أو هذه المنطقة هي نقاط عملية هذا التدريب الذي نتحدث عنه. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى هذه النقطة تحديدا لنركز عليها سنجد بأن كل شيء يتطابق مع ما رأيناه من هذه الصور، لنقترب من هذه النقطة التي تأتي بالقرب من مديرية البقعة تحديدا هنا. هذه هي المنطقة إذا ما قمنا بالهبوط إلى الشمال قليلا ستجد بأنها متطابقة تماما مع الصورة التي ظهرت فيها الضربات المدفعية. هذه هي الجبال نفسها بالضبط، هذه هي المساحة المفتوحة، وهذا هو طبعا المنطقة الترابية مع الأشجار، هنالك مسافة وتأتي سلسلة الجبال الأخرى بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. وبشكل مثير إذا اتجهنا إلى اليمين قليلا بالقمر الصناعي فإنه سيتطابق مع الصورة الثانية التي رأيناها قبل قليل والتي أصبحت واضحة بالنسبة لنا. سترى الجبل المنخفض هنا نقطة مرتفعة من هذا الجبل وهذه السلسلة الأخرى، بالتالي يوضح لك أن الموقع الإسرائيلي نوعا ما الافتراضي نوعا ما يأتي بهذا الاتجاه من هجومهم عليه، وبالتالي هذا يوضح أن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية بحتة بالنسبة لجماعة الحوثي، وبأن هنالك مصانعا أو معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة والصواريخ التي من الممكن أن تستخدمها جماعة الحوثي مباشرة على إسرائيل أو أي نقطة موجودة في الخليج العربي. بالتالي يجب أن لا نستغرب مثل هذه المناطق أن تتعرض إلى الاستهداف وضربات غامضة، وترى الولايات المتحدة الأمريكية تنفي كل ما جرى في هذه المنطقة. بشكل عام جماعة الحوثي تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية وحلف حارس الازدهار وهي مستمرة في التصعيد، في ظل أيضا تفاصيل مثيرة تم التصريح بها من قبل الناطق العسكري لكتائب القسام يوم أمس أبو عبيدة، الذي أرسل تحياته وحيا الفصائل في العراق أو حزب الله اللبناني أو جماعة الحوثي في اليمن أو الجبهات الأخرى، في إشارة أيضا إلى سوريا، وقال بأن هذه الفصائل أبلغتهم بشكل واضح بأن هنالك توسيع قادم للعمليات في هذه المنطقة. بمعنى آخر أن الأمور ستتصاعد في هذه المنطقة، وجماعة الحوثي مع عدم توقفها بهذه الأجمال يوضح أن هذه الجماعة سيكون لها دور كبير في التصعيد على البحر الأحمر وخليج عدن، وقد يكون حتى على دول الخليج العربي، في ظل امتعاض من قبل جماعة الحوثي مما كان قادما ومشاركة مملكة البحرين في الضربات التي كانت موجهة ضدهم. وبالتالي هنالك تصعيد قادم، وهذا هو الذي يجعل عدد من الخبراء الأمريكيين، عدد من الأطراف المختصة في الشأن الإيراني في الشرق الأوسط وكل ما يجري، أن يقولوا بأن مسألة مواجهة جماعة الحوثي أو الفصائل في العراق أو حزب الله اللبناني لن تأتي بنتيجة. على سبيل المثال لدينا هنا جيسون براتسكي المختص في الشأن الإيراني، قال ببساطة يجب أن تتحمل إيران تكلفة ما يجري، ويجب أن نوجه ضربات مباشرة على إيران. أيضا السيناتور الجمهوري المعروف ليندزي جراهام تحدث إلى فوكس نيوز بشكل واضح وقال بأننا يجب أن نكلف جماعة الحوثي في اليمن، أو يجب أن نكلف في حقيقة الأمر إيران تكلفة ما يجري، يجب أن نضرب المصافي النفطية الموجودة في إيران لكي تعلم إيران أن هنالك ثمنا من كل الدعم الذي تقدمه لأي فصائل في هذه المنطقة، بدلا من أن نواجه فصائل ستستمر بالرد علينا بشكل مباشر. وهنا ترى يوضحون اليمن ويوضحون إيران، يجب ضرب إيران، هذه الأطراف تطالب بهذه الأمور، وخاصة أن إيران أيضا صعدت تجاه الناقلات النفطية على سبيل المثال سانت نيكولاس كما تلاحظون قاموا باحتجازها في الفترة الأخيرة. سانت نيكولاس هي ليست إسرائيلية أو أمريكية، وهي تحمل النفط مليون برميل من النفط العراقي، قاموا باحتجازها بهذا الشكل وهي متواجدة بحسب تانكر تراكرز من صورة القمر الصناعي بالقرب من جزيرة قشم كما تلاحظون، لا زالت محتجزة لدى إيران وهي جزء من مهاجمة النفط الموجود في المنطقة والتصعيد في مضيق هرمز، وبالتالي يرون أن الأمور مشتركة، خاصة وأن إيران هي التي قدمت التدريب والأموال والسلاح لجماعة الحوثي، بالإضافة إلى ذلك أنها تقدم المعلومات الاستخبارية بشكل مباشر من سفينة بهشاد على سبيل المثال المتمركزة الآن في خليج عدن، تعطي معلومات لجماعة الحوثي بحسب ما تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية وتحدثت به في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي هي ترى بأن إيران مشتركة بشكل مباشر ويجب
أن تتحمل مسؤولية ما تقوم به. ولكن إدارة بايدن بحسب ما نقلته النيويورك تايمز لديها تحفظات عن مسألة ضرب إيران بشكل مباشر على المصافي النفطية أو غيرها، فهم يقولون بأن ليس هنالك دليلا واحدا أن المرشد الأعلى أو غيره من قادة الحرس الثورية الإيراني أعطى أمرا مباشرا لجماعة الحوثي لينفذوا العمليات الموجودة في البحر الأحمر وفي خليج عدن، بالتالي الأمر قد يكون محرجا للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المجلس الأمن الدولي، وهذا آخر ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. مع ذلك الولايات المتحدة ترى خطر ما هو قادم من هذا التصعيد. أوسنت ديفندر نشرت بشكل مثير بأن هنالك تحريك جديد لحامل الطائرات أمريكية عملاقة جديدة باتجاه المنطقة بشكل عام، وهي هذه الحاملة الطائرات العملاقة ثيودور روزفلت. هذه الحاملة العملاقة للغاية للطائرات تحركت من سان دييغو من الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بهذا الاتجاه، بالاتجاه العكسي طبعا من الخارطة، متجهة إلى المحيط الهادئ، وتحديدا هي ستتمركز في المنطقة الغربية من المحيط الهادئ، وهذا لتبقى قريبة من كل العمليات ومن كل ما يجري، أي تقريبا هنا، أي إنها تأتي باتجاه كما نلاحظ هنا تايوان وباتجاه كذلك الصين، وذلك لردع الصيني بشكل مباشر، ولكنها أيضا متواجدة من ضمن العمليات ومن ضمن منطقة العمليات الخاصة ببحر العرب وكذلك البحر الأحمر في حالة أي تصعيد ممكن أن يكون حاضرا في هذه المنطقة، وهذا في ظل أن هنالك حاملة طائرات أمريكية واحدة الآن موجودة في الشرق الأوسط تحديدا، وهي USS دوايت آيزنهاور في البحر الأحمر بعد مغادرة USS جيرالد فورد لهذه المنطقة بأكملها لأسباب تستدعي الصيانة لحاملة الطائرات التي نتحدث عنها. بالتالي الولايات المتحدة نوعا ما تتجهز لأي تصعيد ممكن أن يكون حاضرا، وتريد أن تكون حاضرة في حالة أي شيء تصاعد من الجانب الإيراني، أو حرب مفتوحة مع جماعة الحوثي، أو حرب مفتوحة إقليمية. وتبدو بوادر هذه الحرب تتصاعد يوما بعد يوم مع كل هذه التفاصيل التي نراها ساعة بساعة.